بمشاركته الشعب في الدمارية. ده كله حاجتين اتنين صغيرين. ان مصر قوية ببلدها. قوية بشعبها. لكل واحد فينا اسهاماته في البلد كل واحد فينا ساهم. اللي ساهم ب100,000 ساهم. اللي ساهم ب1,000,000 ساهم. اللي ساهم ب2 ساهم. انا بعتبر مساهمة 2 جنيه احسن من 1,000,000. يا بلدنا هتنبني بايدينا؟ هتنبني بايدينا. في نفس الوقت لما جينا نفتتح شاركنا كلنا في الافتتاح. يبقى احنا كده لازم برضه رساله ثانيه، احنا هنا اسمنا مصريين. مصر مكان احنا كلنا قايمين عليه، على حراسته، على اعماره، على انشائه، على رعايته. مصر دي عهدتنا، مش عهدة حد فينا لوحده، لا عهدة الشرطة لوحدها، ولا جيش لوحده، ولا دولة ومؤسساتها لوحدها، لا مصر عهدة الشعب المصري، هو اللي بيقوم عليه، هو اللي بينميه، هو اللي بيقومها. المسجد ده كان ممكن الدولة هي اللي تولي عماره، لكن مين اللي عاد عماره؟ المواطنين بجهدهم بفلوسهم بتعاون. على فكره ان هم اكيد زاروا في الاماكن، اكيد شالوا الطوب، اكيد شالوا الاسمنت، اكيد اشتغلوا.